بسم الله الرحمن الرحيم خويا، احنا كنا يعني الناس كتعيش هانية بخير وعلى خير. دخلنا لديرنا ما تقريبا ما ديك 11 ونص تقريبا، بغينا نتعشى باش نعسو، حتى كنسمعو انفجار بحال سحابو. احنا في الاول يعني سميتو زنزال، خرجنا الاطفال ديالنا وخرجنا، فاش كنتفاجئو بالله كاين يعني انفجار عند الجار ديالي. طلعنا كنشوفو لقينا السيد مسكين توفى الله يرحمه ورحمة الله، و يعني الناس تخلعت بزاف هنا في هذا الحي هذا، وكان الحمد لله امين وحضرت السلطات في البلاصه، يعني ما تعطلاش علينا الوقايه المدنيه، كل شيء جا الحمد لله. شافوا ذاك السيد اللي توفى مسكين، وشافوا ذاك واحد السيد هو كان كاري تحت مول الدار، وتوا تبليسه شافوه هزوه للسبيطار، وهذا الشيء اللي عطاو السوق هذا. وحنا ما كناش يعني الانفجار كان قوي شويه، والخلعه راك عارف لازم كيكونوا الدراري والصغار والعيالات، كاين شويه الخلعه بزاف هذه الزنقه هذه. والحمد لله على كل حال، وهذا الشيء قدر الله، وهذا الشيء اللي عطى الله. ولكن هذا اخويا حي صناعي، حي صناعي يعني امن هنا، ما كاينش شي حاجه اللي خارقه للقانون ولا شي حاجه، يعني الوقت امن. كان لعبوا الدراري هنا كيلعبوا عادي، ما كاينش شي حاجه اخرى. حتى دخلوا للدار ديالنا بحال هكا، كنا باغيين نتعشاو حتى كنسمعوا الانفجار. حنا كنسحبوا في الاول البوطه، يعني كنقلبوا البوطه ديال الجيران وكذا. هبط واحد السيد جاري هنايا حتى هو مسكين مغبر بحال هكا، هبط وليداته مخلوع، والعيالات هنا كانوا، واحد المرات هي كانت مخلوعه مسكينه، وهذا الشيء اللي عطى الله السوق هذا. والسيد اللي كان الفوق يعني ماشي يعني حتى هو غا يعني يجي عند الاهل ديالو، وسبحان الله العظيم عجبته السماره ويبغى يشوف غير الجو ديال السماره الفوق، يعني طالع في السطاح كيقلب بحال يصور بحال هكا الاضاء ديال الضوء ديال المدينه والجماليه ديال المدينه. يعني حتى مسكين داموا الامانه، امانته وقع حدا الانفجار ومسكين توفى الله يبارك فيه رحمه الله والله يصبر اهله. تقريبا ما عطيكش الوقت، ما كانش عندي الوقت محدد، تقريبا يكون بين 11 ونص و 11، هذا هو اللي كاين. يعني السيد مسكين الله يرحمه، وهذاك السيد هو اللي كان كاري لتحت، يلا كرا عندنا واحد الاسبوع سوا تبليسه وداو سوا الوقايه، هادشي اللي كاين اخويا. السيد مسكين الفوق في السطح، اوكي قال لهم بغيت نشوف هو جاي من برا من فرنسا، وجا مسكين طلع هو امه كيس يشوف هذاك السيد ديال المدينه تسماره، قال لها زاني المنظر زوين وبغيت نشوف فيه، وطلع بقى قاعد. امه يلا هودت في شي دقائق قليله، هو تنفجر مسكين، نزل عليه هذاك الصاروخ، ايوا ولات الروينه مسكين هنايا. هذا اللي هادشي اللي كاين اولي. شنو القصه تقريبا؟ هادشي 11 وشي حاجه، 11 وتولوت 11 بحال هكاك، ضربوا شي ثلاثه الصواريخ، واحد حدا هاد المسجد، واحد هنا، واحد في حي الفتح، ثلاثة الصواريخ اللي ضربوا. الناس اللي تصابوا هنايا؟ واحد البوليس يتقطع عليه يدو، وهاد الدري كان في فرنسا وجا هنا عضيف، هو اللي مات تحرق بيد، وشي جوج اخرين هزوهم في الخطر. اييه. وحاليا الاوضاع امنة يعني؟ ايوا دابا هاد الساعة راه مأمنة، وساعة أخرى ما عرفنا ولدي. الحمد لله، نتمنى ويستمر الامن والامن في الله. الامن كاين تبارك الله، الامن كاين، كاين البوليس، كاين الامن، كاين موجود دايرين خدمتو. اي خدامين، هادشي جا على بغته، ما كانوش منتظرين هادشي، حيت ما عمر هادشي وقع هنايا. هاد المره ضربت ضربه خايبه وعلى غفله، ما منتظريناش الناس. اي ايوا هذا الشيء الواقع اللي وقع وليدي، اول مره لا اول مره الله، هذه المره اللي وقع فيها، وقع فيها داك الشيء خلع الناس اهزعهم، راهم بزاف كاين الديور اللي تشقوا هنايا بهذاك هنا، راه زبدوا واحد الصاروخ راه فيه شي تقريبا واحد 50 سنتيم في الدم طاح في الارض باش جبدوهم منه. واش ديال الاخرين تاثروا ولا غير دار وحده؟ كاينه واحد الدار هيه في الحي اللي من الهيه، هذيك هود عليها حتى هي واحد، وتقبها قريبها من الوسط، نزل عليها من الوسط ديالها، وفيلا صحيحه
ماشي زعما شي بنا قديم، يلاه باس جديده حدا داك ستاسيون ديال ليسونس تما تاني طاح بها شي واحد، ولكن ما مات تا واحد تما. انا اللي توفى هاد الدري وواحد البوليسي مضروب في يدو، قطعت لي يدو، هزو مسكين السبيطار راه باقي في العيون. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.